السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تكرار الحوادث، كامل الوزير يرد عبر مصراوي، هل هو فوق المسألة؟ خليكم معانا نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات إنه سيطلب في القريب العاجل من لجنة النقل بمجلس النواب عقد جلسة للاستماع إليه في كل ما يتعلق بملفات الوزارة وتحديد مرفق السكة الحديد. ورد الوزير على ما قاله البعض بأنه فوق المسألة والحساب بعد تكرار حوادث القطارات خلال آخر شهر ما خلف أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات المصابين. وقال الوزير لست فوق المسألة، أنا مواطن زي أي حد، مفيش حد في مصر فوق الحساب. وتابع كامل الوزير في تصريحات لمصراوي صباح الاثنين، لجنة النقل والمواصلات برئيسها وبعض أعضائها كانوا معي في جولة تفقد التطوير الدائري منذ يومين وقبلها بأسبوع في ميناء الإسكندرية، والتواصل دائم ومستمر. ودعت لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على شاشة وان أون إلى مسألة وزير النقل في مجلس النواب، خاصة أنه لم يحضر إلى مجلس النواب عقب حادث قطار سوهاج نهاية مارس. وقال رئيس لجنة النقل في المجلس أثناء مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، مش عارف أسأل وزير النقل غير لما يبقى في دليل ضده، احنا هنعالج بطريقة مهنية محترمة ومش هنشيل وزير وخلاص. دي حل بدأ من بعد 30 يونيو، والرئيس السيسي مش ساكت على الفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.